اخوك اسمه ايه اللي اتخطف؟ احمد عبد البديع عبد الواحد احمد. في الامن المركزي ولا في الجيش؟ لا في الجيش. في الجيش. سلاح ايه؟ سلاح امن مواني يا باشا، داخليه. امن مواني داخليه. طيب كان نازل اجازه واتخطف ولا ايه اللي وصلك من المعلومات؟ من الاجازه، كان راجع من الاجازه فعلا. كان راجع من اجازه. كان راجع من الاجازه واتخطف. واتخطف. في اي معلومات وصلتك عن طريقه الخطف، عن اللي حصل؟ عن حضرتك كان عندي القصه باكملها يا فندم. قول. رؤية القصة ان هم كانوا جايين جنود راجعين من اجازتهم وهم في الطريق من العريش لرفح، منطقة سلمينا رفح البري، في طريقهم لان هم يعودوا للمعسكر بتاعهم. كان يسلكون طريق اللي هو من العريش رفح. حضرتك بعد كمين الريسة. انا سامعك، اتفضل يا وليد. نعم اتفضل يا وليد، سامعك. بعد كمين الريسه كانوا راكبين عربيه اجره، يعني هم كانوا يركبونها سياره اجره. فحضرتك لما في اثناء ان هم ماشيين في الطريق وقفوا جنب عربيتين فيهم حوالي 30 واحد من الملثمين المسلحين. ونزلوهم من اجبروهم على النزول من السياره، ومن من يلقون ان هو مجند او تبع الشرطه او الجيش بقوا ينزلوه معاهم، واللي يبقى مدني يمشوه. فحضرتك بعد ما العساكر نزلت فيها سياره كان متواجد فيها اربعه اللي هم امن مواني، والباقيين كانوا ثلاثه في سياره ثانيه. فحضرتك لما نزلوا الجنود، في واحد من الجنود بيستاذن واحد من الخاطفين ان هو يحمل حقيبته من السياره، يجيب شنطته من العربيه. فهو عندما طلب هذا الطلب من او استسمح احد الخاطفين ان هو يجيب الحقيبه بتاعته، اضطر ان هو يضربه ورماه على الارض في وضع اندثار. نعم. وبعد كده بدا يضربه بالبندقيه، بظهر البندقيه على ظهره، بمؤخره البندقيه على ظهره. وبعد كده حصل ان هم في خدوهم يعني واهانات، وشبهوا الجنود المختطفين بالحيوانات. طب وطبعا دوت. طب وليد حد من السلطات كلمك؟ حد من السلطات المصريه ايا كان كلمك؟ حضرتك بالنسبه للمسؤولين ما بنشوفهمش غير حاجه واحده بس، ان هم عايزين يفتحوا معبر رفح. كل اللي يهمهم حماس. حماس اللي هم دلوقتي يعتبروا اولى ليهم مننا، اولى ليهم من الجنود اللي هم ضحوا بنفسهم علشان خاطر يحموا البلد، اللي هم جايين اساسا يحموا البلد، اللي بتاخده غدر. اللي طيب. المسؤولين مش عايزين يحسوا بيهم. طيب يا وليد، ان شاء الله يرجع اخوك بالسلامه ويرجع كل جنودنا بالسلامه. وليد عبد البديع احد الجنود المختطفين.